حضراتكم لو تفتكروا من حوالي شهر كده حصل ان او من اكتر شويه ان مجموعه من المدربين راحوا عشان ياخدوا رخصه ايه؟ انتوا عارفين دي اللي انا عايزك كنت عايز انا مش عايز بس كابتن عندي تعقيب على الملف اللي الكابتن حشيش كلمه في الاول كده ما قلتش بس النقطه دي الوضع ده او القصه دي بالذات كارثه ليه؟ ان وكيل لعيب وكيل لعيب يسيطر على رئيس نادي او يبقى هو اللي متحكم وهو اللي بيختار المدرب او علاقته برئيس النادي تخليه يجيب مثلا عدد صفقات معين او يجيب المدير الفني قبليها ويعمل ديل مع المدير الفني اللي هو يجيب اللعيب دي كارثه. فين الرقابه هنا؟ تاني نقطه رئيس النادي نفسه لعب كوره ولا ما لعبش كوره؟ فاهم حته ان المدير الفني ده بيعمل ايه؟ لا قصدي حته الكوره هو المهم يبقى ادارجي كويس بالظبط. لا مش بتكلم، عايز اوصل معلومه بس يا كابتن، هو مش مسؤول او ما لعبش كوره او ما يعرفش المدير الفني ده بيعمل ايه او بيتعب ازاي او عامل ايه او الصفقات اللي موجوده معاه او السكواد اللي معاه عامل ازاي. على الاقل يبقى معاه حد موجود معاه فاهم كوره عشان هو لو ادارجي كويس هيعمل كده. ده المدير الرياضي هيجيب مستشارين معاه. ما هو لو رئيس النادي بيدير كويس هيعمل حاجه. عايز اوصل لحاجه مهمه كابتن، ان لازم في التطوير الجديد وجود شركات الكوره يبقى المدير الرئيس النادي موجود او بيشرف وهو اللي بيتابع لانه في الاخر هيتسال، لكن يبقى موجود معاه ناس لعبت كوره وفاهمه كوره عشان ما تظلمش. هو ده المدير الرياضي شغلته الكوره مش لاعب يا ابو علي والنبي هيمسكه في الحلقه دي ولا ما هو ده اللي انت عايزه. ده هو ده انا بتكلم على في وجود شركات الكوره لازم مش يكون في ناس مسؤوله. انا بتكلم كوجهه نظر. مش وجهه نظر يا جماعه، دي قواعد بس. والله دي انا بس عايز اكمل النقطه دي عشان اتفضل يا كابتن اتفضل. لو معاه ناس فاهمه كوره على الاقل هيستنى المدير الفني يجيب القايمه اللي هو عايزها او الصفقات اللي هو عايزها، ما يفرضش عليه ان كرة هو مش لازم يبقى لعيب كوره. بالمناسبه مش قصدي يا كابتن انا بتكلم في نقطه ان انا طب انت قصدك ايه؟ انا عايز اوصل انا جاي لحضرتك كلام بس انت بتقطعه. لو انا معايا ناس فاهمه وسبت المدير الفني يختار القايمه بتاعته او اللعيبه اللي هيلعب بيها الموسم واديله فرصته واستنى بعد فتره واشوف الراجل ده الانطباع او المردود بتاعه مع الفرقه يبقى عامل ازاي، مش هظلم المدير الفني على الاقل هبقى باجي بعد كده وانا بقيمه يعني بقيمه باسس صحيح. مدروسه وبشكل. انا امبارح سالت كابتن حلمي طولان، كان معايا ضيف امبارح، سالت كابتن حلمي طولان بمناسبه الكلام اللي انت بتقوله ده عشان كلامك مظبوط، لانه لما سالت كابتن حلمي ده احنا معانا خير مثال للكلام ده كابتن عبد الناصر. كابتن عبد الناصر انت السيزون انا فاكر انت تعادلت مع الترسانه وخسرت القناه مع انك قعدت الفرقه في الدوري. انا مسكت فرقه الانتاج السنه اللي فاتت بتهبط درجه ثالثه تمام مظبوط، قلت لهم مسؤوليتي ان شاء الله وهقعد بالفرقه. الحمد لله ترتيبي في الدور الثاني كان الثالث على الدوري. طبعا النقط اللي ما اتلمتش في الاول دي كانت اثرت على الفرقه، فالحمد لله قعدنا في المركز التاسع. حققت الهدف اللي انا عايزه. عايز اقول لكم ان انا بدات الموسم والله العظيم عملت الفرقه بملاليم بالنسبه لدجله وبالنسبه للترسانه وبالنسبه للبتروجيتو بملاليم، لان انا بدات شغل لما اتاكدت ان احنا قعدنا في الدوري خلاص في الممتاز به، بدات شغل على طول في تعاقد مع لعيبه عشان لما لو استنيت لاخر الموسم الاسعار يقول لك انا جاي لي وانا جاي لي، فابتديت اشوف مين اللعيبه المميزه واخدها بملاليم. والحمد لله عملنا فرقه كويسه، وكان معايا كابتن شريف شعبان مدير الكوره. هو النقطه كانت انا عايز اتكلم فيها عشان ما نتوهش الناس هل ينفع اقيل مدير فني بعد ماتشين؟ ما هو هي دي بقى المشكله. انا الاسس اللي اخترت، انا مش بتكلم على، انا بضرب مثال. ممكن تخليني اقول حاجه؟ اتفضل يا كابتن. امبارح سالت كابتن حلمي طولان قلت له قول لي بما ان معايا نجم واسطوره من اساطير نادي الزمالك قول لي ايه رايك في اسوريو؟ قال لي مش هقدر اقيمه. قلت له ليه؟ قال لي اي مدير فني الاداره اللي هتجيبه بيبقى عندها هدف، بيتفقوا على هدف بالظبط. فالزمالك اتفقوا مثلا هم عايزين ياخدوا الدوري صح؟ قلت له ماشي وجهه نظرهم. قال لي فهو محتاج كاتيجوري ايه من صحيح. اللاعبين والزمالك عنده فترة القيد واقفة بقالها مرة أو مرتين، فبالتالي مش هعرف أقيمه كمدير فني. طبعا ده الكلام اللي أنت قلته ولكن بطريقة أخرى. ما دل... على عكس ما ده اللي كابتن إسلام ده اللي قصدي عليه. إحنا بنعمل حلقاتنا هنا عشان نعمل تنوير للبشر بالزبط. البشر الجمهور العظيم، عشان أنا بزعل أول ما حد يقول إيه زي الكابتن كشري مصر، لا ده اتحاد الكرة يا كابتن أو أي حد يعني هو يعني مصر فيها خبراء وفيها ناس محترمة، لكن في ناس بتدير مش شغلتها. عشان كده لما جينا نجيب السيد اسمه مارك اسمه ايه الراجل مارس اتكلم عن المنهج وعنوان. احنا محتاجين التجربه دي للاعيبه، احنا محتاجين مدير فني للاتحاد. انا اسف يعني مش نجمين كوره يا كابتن. انا افتكرت حاجه دلوقتي، المدير الفني للاتحاد بغض النظر هو صح ولا غلط مشي
وقال لك كفايه حازم وبركات. نعم نعم. عارف ما كان موجود قبل ما اكمل النبي سؤال بغض لا سؤال دكتور محمود سؤال يا كابتن عصام، تعرف مين هو اللي قائم او حد عارف من اللي قاعدين مين القائم باعمال المدير الفني للاتحاد الكوره؟ مفيش حد قائم، هم قالوا كده نصا. لا فيه. انا بقول لحضرتك انا مسؤول في على السيستم، على السيستم بقى حاطين اسم عشان يبقى أيوة. البتاع كامل ايوه لما تفتح ده طيب كده. وده كلام يا استاذ، انا بقول لحضرتك هو ده اللي عمل المصيبه. هو ما هو انت كده برضو ممكن الاتحاد الدولي معين ممكن يزعلوا من منك موجود. يزعلوا منك انك يزعلوا انت قلت إن انا بقول الحقيقه مش حضرتك انت بقول لك انا لما اقول كده ازاي بقى تغلط في ذات النجوم، مع ان ده بوكاندي لما كان في السنغال كان مدير الفريق ما هواش المناظر وكان بيقف تحت حق ضيوف، لما اشتغل مع الكوتش في بلده كان بيعمل للجمهور كده ولابس حتى شعار المنتخب، دول لا بيروحوا ولا بيجوا ولا دي شغلتهم. انا اسف يعني يا كابتن كل شغلانه في الدنيا ليها توصيف في الاختيار زي اختبارات الناشئين، ثم لما بيطلع الفريق الاول يقعدوا يقولوا في مقاييس عشان نطلع الولد، فيطلع الولد في مقاييس للمدرب ليس من ضمنها في كل العالم. لو عايزين نلحق نلحق نبدا ان مفيش حاجه اسمها لاعبه لا في التحكيم ولا في التدريب، مع احترامي يعني هي اشياء فرضت علينا يا جماعه. راجعوا ملف المدربين هو ايه يعني قصدك يا استاذ عصام؟ قصدك ان هو لعب كوره يعني الكلمه هو استاذ عصام بيقول له مش عايزه لعب كوره مش فارق معايا لا ماشي لا مع حضرتك مع حضرتك هو لعب لا انا مع حضرتك النجوم. ماشي مش النجوم لعب لعب ماشي بس برضه ياخد الدورات زي ما ياخد من اولها لاخرها. انا بقول لحضرتك ان انا مش بقول بس برضه ده انا بقول اصلا ماليش دعوه لعبه ولا لا، ان شاء الله كل لعب مع الاولاد في المدرسه هو مورينو لعبه مارسها وكان قريب واحد من افضل المدربين في العالم. كلامك هو يا جماعه كروجر هنا عمل نتائج رائعه وهو مدرس تاريخ مش كل لاعب كوره يبقى مدرب كويس. انت عارف اشتراطات التحكيم مثلا عندنا اشتراطات التحكيم عندنا ان هو يلعب على الاقل موسمين عارف الناس بتعمل ايه؟ افرض ما لعبش ما بيروح ياخد الورقه. انت عارف بيعمل ايه؟ ما انا بقول لك عشان احنا بيروح ياخد الورقه يا ريت كده نزل من بعض بيروح يعيد نفسه في نادي درجه رابعه عادي جدا انه لعب موسمين وياخد الورقه والله كتر خيره راح مشوار ده ممكن يبعتها له مع موتوسيكل. يا كابتن اسلام كمان المحتوى اللي بنتكلم عليه، انا لما خدت الرخصه ايه من اوروبا ومن لما طلعت خدتها من دوله تشيك احنا كان في مدربين العاب قوه بيجوا يدوا لنا محاضرات العاب قوه العاب قوه طبعا الشغل البدني كان في ايوه كان في كان في مدربه بتيجي تدينا محاضره كامله عن الاسترتشات، بنت مدربه وبتيجي تدينا دكتوره هي في التربيه الرياضيه هناك عندهم بتيجي تدينا محاضره محاضرات عن الاسترتشات ازاي تتعمل الاطالات اللي احنا بنعملها دي صفر هي دي خالص والله يعني انا اتعلمت حاجات، انا كنت لعيب كوره وبعمل اطالات وتعرف بقى كابتن الفرقه بيسخن الفرقه والكلام ده ومش عارف ايه واعمل دايره واحد في النص بقى انا بقيت اطالات مختلفه شكل الاطاله مختلف الوقفه غلط وقفه الاطاله وانت بتاخد مثلا الاماميه احنا كلنا بنعمل كده ونوطي ما هو ده غلط على العمود الفقري هو ده دور الرخص يا كابتن هو ده التطور اللي بيحصل أيوة. في الشغل البدني التطور اللي بيحصل في الشغل بتاع التكتيك نفسه والجديد بتاع كره القدم في العالم. ما هو في مدربين كويسين جدا مثلا ما بيدربوش واسماء كبيره بس خلاص هو ما طورش نفسه هو ما ذاكرش. انا اعرف مدربين بالاسم مشتركين في مواقع كبيره جدا حتى بعيد عن الرخص والكلام ده قاعدين شغالين على نفسه ازاي بيطور من نفسه ازاي بيتطلع على كل احنا ليه مركزين كمان على المدربين بتوع الفرق الكبيره والدوري الممتاز المدربين الشباب والناشئين لا يا جماعه دي كارثه من كوارث العالم لان ده واخد الاساسيه ده صح. طيب حد يقول لي بقى يجي كده يتفرج بياخد الاساسيه ازاي مش عايزين بقى نتكلم على الروح بيروح استاد القاهره يشترك بتاع اللي فوق دي بالظبط كده بيظبط نفسه في النظري وما بيروح وبيظبط نفسه في العملي بس زمان ما كانش كده كده وكم سرعه على فيسبوك لا زمان كنا بنروح نحضر لا كنا بنحضر ايام كابتن ايام اللي دربوكوا بالظبط لان كان في اساتذه محترمين كابتن عبد الصالح الوحش دكتور محمود ابو العين كابتن عبد الصالح الوحش وكان بحوزات محمود سعد الله عليه الخطيب لا الناس كانت مش هيقبلوا يا شباب اتمنى ان انتوا تكلموا دكتور جمال محمد علي وله حق الرد مش بيرد حاولوا مره ثانيه ابعتوه على الواتساب الله يرحمه يعني. كان الخطيب وفاروق جعفر والخواجه واعتقد حلمي طولان كان معاهم في الدفعه دي اللي ما جاش سقط في
في الحضور فعلا. انا بقول لحضراتكم فعلا طبعا نجوم طبعا مصر طبعا. انا اخذت استاذ عصام، انا اخذت الاساسيه دي وانا بلعب كوره في نهاياتي، يعني في اخر سنه او سنتين قبل ما اعتزل. شوف التدريب بخلص واروح احضر، قالوا لي لو مش هتحضر مش هتاخدها، هتسقط. فعلا كنت بروح احضر. انت عارف انا مره جبت هنا كابتن في البرنامج في السكايب مدرب في ليفربول بيدرب اللعيبه على رميات التماس في الجهاز الفني. لا مش قوي كده بس انا بتكلم بجد. انت دلوقتي بقى في شغل هجومي، مدرب بيدرب اللعيبه على الشغل الهجومي، مدرب بيدرب ده في جهاز يورجن كلوب فعلا في ليفربول، جبناه هنا في القناه، مدرب بيدرب اللعيبه على الشغل الهجومي زي برينجر كده في مثلا. خلي بالك ده ممكن يكون ضمن مجموعه. لا والله ده ممكن يكون ضمن مجموعه بتؤهل من نادي ليفربول فبيشتغلوا مع الجهاز فده يمسكوا حاجه 1 2 3. اه والله ممكن. لا بكمل يعني ممكن والله صح ممكن. فالنقطه بقى كابتن المهمه جدا اللي احنا اصلا قاعدين وبنتكلم عشانها، يعني كم مدرب مصري دلوقتي ماسك فريق كبير بره مصر؟ بره مصر اه قليلين 3 4. كم مدرب مصري عامل نتائج كويسه بره مصر؟ نقدر نقول ان ده منور بره مثلا. ده احنا بنتنشا مثلا كابتن طارق مصطفى غلب الوداد فقلنا اولمبيك اسيا محمد عوده في ليبيا وفرحنا مثلا كابتن عوده في ليبيا اه. لكن شوف زمان بقى كابتن، قارنهم بقى بزمان بقى. اه كم مدير فني مصري كان ماسك منتخبات آه. وخد معاهم بطولات صح. كم مدير فني مصري مسك في الخليج وفي اسيا وفي افريقيا عملوا الكره هناك جيبوتي ويعني كان محضر للقائمه لو حضرتك عايزنا اقول لحضرتك. طيب بما اننا بنتكلم على المدربين اللي دربوا في افريقيا، خلينا نروح نشوف كابتن شريف الخشاب كان مدير فني لنادي تشاد.